ونبقى مشاهدينا في إطار المتابعة، ومعنا من بيروت يولا سطيح الكاتبة والباحثة السياسية. مرحبا بك معنا سيدة يولا. خلال هذه الساعة من التغطية ربما نتابع في الميدان كل التطورات الحاصلة في منطقة الجنوب اللبناني، نزوح لعائلات لبنانية، عفوا سيدة بولا سطيح أعتذر منك. هذا يجعلنا نسأل عن أولويات إسرائيل في هذه المرحلة من التصعيد مع حزب الله. نعم مرحبا. يعني لا شك إسرائيل دخلت مرحلة جديدة من التصعيد بوجه لبنان، يعني يبدو واضحا أنه أينما وجد حزب الله فهي تعتبر أنه استهدافه هذا هدف مشروع لها. يعني إذا اكتشفت أن هناك عناصر للحزب أو أسلحة للحزب في مبنى سكني يضم 100 مدني تعتبر أنه هذا هدف لها، وتقصف المبنى غير آبها بالمدنيين الموجودين به باعتبار وتعتبرهم يعني خسائر جانبية. يعني انتقلت إسرائيل إلى مرحلة جديدة من المجازر والإجرام. كل المناطق اليوم التي فيها حزب الله شهدت قصف مكثف جدا. طبعا التركيز على مناطق الجنوب باعتبار أنه التواجد الأكبر للحزب في الجنوب، ولكن نتوقع خلال الساعات المقبلة أن يتم تكثيف القصف في البقاع في مناطق محسوبة على حزب الله. الضاحية الجنوبية لبيروت لا تزال محيدة نوعا ما، لأن إسرائيل تدرك أنه حجم وكمية الناس في الضاحية يعني كبير جدا، وأي قصف لمبنى سيودي بمئات الأشخاص. يعني رأينا المبنى الذي تم استهدافه يوم الجمعة، حتى الساعة يعني وصل عدد الشهداء إلى 60 قتيل وعدد أكبر بكثير من الجرحى. وبالتالي لبنان دخل عمليا الحرب الموسعة على لبنان، هذه التي كنا دائما نسأل عنها، متى الحرب؟ هل سيكون هناك حرب موسعة؟ نحن اليوم منذ صباح اليوم بتنا في هذه الحرب. يتحدث المسؤولون الأمريكيون سيدة بولا ومنهم كيربي وأوستن ضمن ما تابعناه عن ما أسموه بجهود دبلوماسية لاحتواء التصعيد. أي دبلوماسية يمكن أن تحتوي التصعيد الحاصل الآن برأيك؟ نعم للأسف يعني نستبعد تماما أن يكون هناك كلمة للدبلوماسية اليوم. الكلمة خلص هي للميدان. تعتبر إسرائيل أنها أعطت فرص كثيرة لحزب الله للتجاوب مع المفادين الدوليين الذين كانوا يحملون رسائل من تل أبيب، وأبرزهم أموس هوكستين المبعوث الأمريكي، كما وزير الخارجية الفرنسية وغيرهم، كانوا يصلون إلى بيروت ويقولون أن إسرائيل ستوسع الحرب في حال لم ينسحب حزب الله مجددا إلى منطقة شمال ليطاني ويوقف جبهة إسناد غزة. وكان كل هؤلاء يسمعون جواب واضح وحاسم بأنه مصير الجبهتين مترابط ولا وقف للقتال. وبالتالي اليوم انتهت الدبلوماسية، بات الحديث للميدان ولصوت الطائرات والقذائف. للأسف نحن على موعد مع أسابيع حامية جدا، قد تستمر المعركة حتى موعد الانتخابات الأمريكية، باعتبار أن نتنياهو يعتبر هذه مهلة له للقيام بما يريد القيام به في لبنان، وبالتحديد دفع حزب الله بالقوة إلى شمال الليطاني طالما فشلت كل الجهود الدبلوماسية بذلك. لكن رسميا كيف يمكن للبنان أن يتحرك على الصعيد الدولي سيدة بولا حتى يمنع تدحرج الأمور إلى حرب شاملة أوسع؟ نعم يعني لبنان الرسمي من خلال وزير الخارجية المتواجد في نيويورك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما رئيس الحكومة الذي يقوم باتصالات واسعة جدا، يعني يحاولون قدر الإمكان أنه يعني يتم استيعاب الأمور، ولكن كلنا يعلم أننا نتعاطى مع بنيامين نتنياهو الذي لا يستمع لأحد حتى للأمريكيين. يعني هناك علامات استفهام حول الدور الأمريكي، ويبدو واضحا أنه واشنطن تدعم هذه العملية على لبنان بشكل أساسي حزب الله. ولكن اليوم في حال ارتفعت أعداد المدنيين ستعود واشنطن لتقول أنها تدعو للتهدئة ووقف الحرب تماما كما حصل في غزة. يعني كانت هي تدعم الحرب على حماس، ولكن عندما باتت أعداد المدنيين هائلة عادت لتتحدث عن تهدئة وهدنة والعمل والجهود الدبلوماسية. ولكن اليوم على ما يبدو يتكرر سيناريو غزة للأسف في لبنان. واشنطن دعمت وتدعم هذه العملية، ولكن موضوع المدنيين
الأرجح وسقوط عدد كبير منهم قد يؤدي لتغيير بموقف الولايات المتحدة الأمريكية. أما فرنسا فرفعت الصوت كثيرا، إيمانويل ماكرون منذ يعني قبل يومين سجل فيديو توجه فيه إلى اللبنانيين داعيا لاستيعاب الوضع لأنه الوضع خطير، وكان يعلم على ما يبدو أن إسرائيل مقبلة على هذا على هذه التوسعة. لا أعتقد أن أحد يمكن أن يردع نتنياهو اليوم. ما تخشاه إسرائيل سيدة بولا تؤكد عليه الفصائل الفلسطينية وأيضا حزب الله، وهو عدم وقف جبهة الإسناد إلا بوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، وهذا حتى بدا جليا في آخر بيانات لحزب الله. وقع هذا الكلام على سياسة إسرائيل، سياسة نتنياهو بأن هناك ترابط وثيق إذن بين جبهات المقاومة. نعم، يعني يفترض أن يكون نتنياهو فهم رسالة محور المقاومة، لن تتوقف الحرب لا من لبنان حرب الإسناد ولا يعني ما يحصل من العراق واليمن وغيرها طالما الحرب مستمرة في غزة. اليوم للأسف يعني أيضا انتقلت الحرب الأساسية التي تخوضها إسرائيل من غزة بعد ما حققت الكثير من أهدافها إسرائيل في غزة إلى لبنان. اليوم قد نتحول خلال ساعات إلى الجبهة الرئيسية للحرب في المنطقة. لم يعد لبنان جبهة إسناد، بات جبهة حرب واسعة. أما الحرب الشاملة يعني التي يخشاها الجميع، يبدو واضحا أن كل ما يحصل اليوم لا يزال تحت سقف الحرب الشاملة. التفاهم الإيراني الأمريكي لا يزال راسخا بعدم الانجرار إلى هذه الحرب. إيران لا تبدو أبدا ومطلقا بصدد أنه الانخراط في القتال حاليا تماما، يعني كما واشنطن المنشغلة بانتخاباتها الرئاسية، وبالتالي يترك الطرفان لإسرائيل. أمريكا تترك لإسرائيل المواجهة في الصفوف الأمامية، وإيران تترك للقوى المحسوبة عليها القتال اليوم هو القتال طبعا عنها أيضا، لأن قرار تحويل جبهة لبنان جبهة إسناد طبعا هو قرار أيضا إيراني، باعتبار أن إيران تمد حزب الله بالسلاح وتدعمه بالمال وبغيره بإقرار من أمين عام حزب الله نفسه. وبالتالي الحرب الشاملة لم نصل بعد إلى هذه المرحلة. نحن حاليا بعد ما انتقلنا من الضربات المحدودة والاغتيالات انتقلنا إلى الحرب الموسعة لبنانيا. الحرب الشاملة قد تأتي في مراحل أخرى ونتمنى أن لا تأتي. نقلا عن أكسيوس سيدة بولا عن مصدر إسرائيلي، إسرائيل تؤمن بأن لا مكان لتسوية في الشمال إلا بعد حدوث تصعيد. لا أعلم سياسيا كيف يمكن أن يفهم ذلك من خلال صانع القرار اللبناني أيضا. نعم، يعني حتى البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة قبل يومين أبلغت صراحة من أتى يعني ليتحدث معها لوقف التصعيد في لبنان، أبلغت صراحة أنه لا كلام في هذا الموضوع، نحن نرفض الحديث في هذا الموضوع. الكلمة اليوم للميدان وسنعيد مستوطني الشمال بالقوة إلى منازلهم، هذا ما أبلغته البعثة الإسرائيلية لمن سألها، وبالتالي هذا هو الموقف الإسرائيلي الرسمي اليوم. يرفض نتنياهو الحديث بأي مساعي دبلوماسية، يرفض أي حديث بالسياسة. اليوم الكلمة للميدان للتصعيد، يعني للأسف بتنا في هذا المكان. المطلوب اليوم لا شك استكمال الضغوط السياسية والدبلوماسية، لا يمكن أن تتوقف هذه الضغوط، وإلا ستشعر إسرائيل أن هناك خطأ دولي لها للقيام بمجازر في لبنان. الدفع يجب أن يكون لتسوية ليس فقط للبنان، لتسوية شاملة، لأن طبعا حزب الله واضح في هذا الموضوع ويعتبر أنه السير لتسوية حصرا لجنوب لبنان ستعني هزيمة وانكسار له، باعتباره منذ البداية رفع لواء مناصرة غزة وإسناد غزة، وبالتالي هو في حال تراجع اليوم وسار بتسوية لجنوب لبنان وللبنان بمعزل عن غزة سيعتبر حاله، سيعتبر نفسه انكسر واستسلم، وهو ليس في هذا الوارد أقله حتى الساعة. لكن حزب الله يعود ويؤكد بأنه يريد الإبقاء على إسناد جبهة غزة وردع إسرائيل وأيضا القصاص لاغتيال قادته من دون الانجرار إلى حرب مفتوحة. أي تكتيكات سياسية مطلوبة الآن من قبل حزب الله للتعامل مع هذه المعطيات المتشابكة سيدة بولا؟
نعم، يعني لا شك اليوم حزب الله سيحاول مجددا تثبيت سياسة ردع للأسف نعتبر يعني نرى أنها باتت مفقودة، يعني التفوق الجوي الإسرائيلي للطائرات الحربية، التفوق التكنولوجي، يعني هذا يعني لا يتيح لحزب الله الحديث عن معادلات ردع. حزب الله مطالب اليوم وبخاصة من قبل جمهوري أكثر من أي وقت مضى باللجوء إلى الأسلحة الدقيقة، إلى الصواريخ الدقيقة المتوسطة والبعيدة المدى بعد ما كان يعتمد على الكاتيوشا طوال الأشهر الماضية. لذلك يعني مطلوب من حزب الله إيجاع وإيلام إسرائيل كي يعني يتم ردعه، والا لا يمكن ردعه الا بالقوه، وحزب الله يدرك ذلك ورددها اكثر من مره انه لا شيء يردع اسرائيل الا القوه، وبالتالي هو مدعو اليوم باستخدام اقصى ما يمتلكه من قوه عسكريه لايلام وايذاء اسرائيل لان هذا حصرا يردعها. هل يحسب حزب الله برأيك هامش بين ما يمكن انجازه في الميدان وما يمكن ان ينجز عبر كواليس السياسة؟ أعتقد أن حزب الله وصل إلى قناعة أنه اليوم لا شيء يمكن إنجازه حاليا وفي الوضع الراهن بالسياسة. الكلمة اليوم له للميدان يعني لفرض واقع جديد، مشهد جديد، هذا المشهد الذي نراه اليوم قصف مكثف على كل مناطق حزب الله، كل أينما يوجد عنصر للحزب، سلاح للحزب يتم قصفه، هذا المشهد لا يخدم حزب الله بتسوية سياسية، يجب أن يتم قلب هذا المشهد، يجب أن نرى يعني دمار في إسرائيل، قتل في إسرائيل، هذا حصراً يقلب المشهد ويساعد من يفاوض ومن يعمل بالسياسة على الوصول إلى تسوية مقبولة من جانب حزب الله، لأن اليوم أي تسوية بهذا المشهد وبهذا الواقع لن تخدم الحزب إطلاقاً، وقد لا تكتفي إسرائيل بالهدف المعلن أي إعادة حزب الله إلى شمال ليطاني، قد تذهب أبعد من ذلك كالقضاء على حزب الله إذا استشعرت أنه ضعف وأن هناك قدرة لها القضاء على حزب الله أو الحد كثيرا من قدراته، لأن حزب الله ضعيف هو مصلحة إسرائيلية في السنوات المقبلة. لكنها تحتاج إلى غطاء دولي، وهنا تحديدا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية السيدة بولا. طبعا أعتقد أن هذا الغطاء موجود تماما، يعني أصلا أقدمت إسرائيل في الأسابيع الماضية على اختيار شخصيات هي مطلوبة أمريكيا، يعني وحتى رصدت واشنطن مكافآت بملايين الدولارات إعطاء معلومات حول هذه الشخصيات، وفجأت إسرائيل واستهدفت واختلت هذه الشخصيات، وبالتالي واشنطن سعيدة بما تحقق وقد أعلن مسؤولون أمريكيون صراحة عن ذلك. طبعا الغطاء الأمريكي موجود كما قلنا، موجود لعمليات أمنية، لعمليات اغتيال، لعمليات تطال حصرا عناصر ومقاتلي وقيادات حزب الله، ولكن طبعا كما حصل في غزة ما تخشاه الولايات المتحدة هو استهداف المدنيين بأعداد كبيرة لأنها لا تستطيع احتمال ذلك أمام المجتمع الدولي، وطبعا لأنها اليوم عشية انتخابات رئاسية، وهذا والأصوات أصوات المسلمين وأصوات العرب في أمريكا لن تصب لصالحها في حال كان هناك مجازر كبيرة بحق مدنيين. لكن عندما يصرح البيت الأبيض سيدة بولا بأنه لا علم له بالتفجيرات الإسرائيلية التي استهدفت ضاحية بيروت ولا بالهجمات السبرانية، هو يريد أن يعطي برأيك مجالاً لماذا؟ طبعاً لم نكن يعني نتوقع أن تعلن أمريكا وواشنطن أن لها علاقة بهذه الهجمات، يعني حتى الرئيس الإسرائيلي تبرى منها علماً أنه كلنا يعلم أن إسرائيل تقف خلف الهجمات التي تمت يومي الثلاثاء والأربعاء. لا أحد يمكن أن يحتمل فكرة ومشهد ما حصل في هذين اليومين ويومين، يعني خلال دقائق معدودة تم قتل وجرح الآلاف، يعني لا واشنطن تحتمل أن تقول أنها كانت على دراية ولا إسرائيل حتى تريد أن تقر بمسؤوليتها، لأن ذلك يعني قد يعرضها لملاحقات دولية في وقت لاحق يعني بما يتعلق بإبادة جماعية، كذلك هذا يهدد علاقتها بكثير من الشركات المصنعة لوسائل الاتصال الحديثة، يعني ترى إسرائيل أنها حققت هدفها من هذه العمليات ولكن لا مصلحة لها بتبنيها، وبالتالي هذا ليس مستغربا بالنسبة لنا.
إذا ما ربطنا سيدة بولا العمليات الإسرائيلية الحاصلة الأسبوع الماضي الثلاثاء والأربعاء الماضيين مرورا بغارة الضاحية الجنوبية ببيروت، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الربط؟ إلى ما تريد إسرائيل أن تزج حزب الله به؟ نعم، يعني إسرائيل تريد أن تقوض قوة حزب الله، أن تجعله ضعيفا. بدأت يعني بتحييد آلاف عناصره في دقائق وإخراجهم من الميدان، ثم لجأت إلى ضرب رأس قوة الرضوان، قوة النخبة في حزب الله. تعتقد أن ذلك قد يساهم بتفكيك حزب الله من الداخل، بإضعافه، بزعزعة وضعه، بقل يعني انقلاب بيئته الحاضنة عليه. يعني تعمل بالكثير من الدهاء إسرائيل في هذه المرحلة. قامت بما قامت به الأسبوع الماضي، واليوم بدأت العمليات العسكرية المكثفة من خلال قصف يطال كل المناطق. واضح أن هناك مخطط إسرائيلي ويعني مشغول بدقة متناهية. أعطت إسرائيل كما قلنا فترة لمحاولة فرض ما تريد أجندتها بالدبلوماسية، وبعدما فشلت لجأت كما توعدت إلى الميدان والفرض بالقوة. وكما قلنا إسرائيل اليوم متفوقة عسكريا، متفوقة تكنولوجيا، ولكن حزب الله قادر على إيلامها وتحقيق يعني أهداف، إصابة أهداف موجعة لها داخل إسرائيل. ولكن ذلك يتطلب ضوء أخضر إيراني لاستخدام الأسلحة الدقيقة، لاستخدام الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى. هذا الضوء الأخضر لم يأتي بعد، وهذا واضح تماما باعتبار أن عمليات الحزب لا تزال محدودة نوعا ما. أشكرك من بيروت، كنت معنا بولا سطيح الكاتبة والباحثة السياسية.